اليوم حدثينا عن تخصصك في مجال القانون وكيف بدأ حبك وشغفك للرصد. صراحة أنا يعني تخرجت من القانون من جامعة الأمير سلطان سنة 2014، وبعدين قعدت يعني حاولت أشتغل في المهنة القانونية لكن استسلمت. ما أتوقع كان في تناسب بيني والمهنة، لكن ساعدني إني أدخل في المجال البحثي، فقعدت في المجال البحثي من خلينا نقول القطاع الأمني، القطاع الأمني السياسي، واشتغلت كم سنة كباحثة. فمن الشغل كباحثة، خاصة كنت خارج المملكة أكثر الوقت، بدأت أدخل أرشيفات خاصة تتعلق في بحثي. وأتمنى يعني صراحة خلينا نقول الامبلوير السابق ما يشوف التلفزيون الآن، لأني كنت حقيقة في أوقات ساعات العمل وخارج ساعات العمل أحاول أدور أشياء تتعلق عن المملكة وخلينا نقول الجزيرة العربية بشكل عام، لأن كان عندي صراحة حنين واشتياق للوطن. يعني تدري غادة، وانت بتتكلمي من خلال تجربتك في الخارج، فبقول اكيد حنين للوطن وصلك الى خلينا نقول لأرشفة وبناء ارشيف للمملكة العربية السعودية. خبريني عن بداية العلاقة هذه، كيف نشأت؟ والله صراحة هي كانت خلينا نقول شغف شخصي. بدت اني انا بدأت زي ما قلت سابقا، بدأت ادخل الارشيفات ويعني خلينا نقول ابحث لصور او مقالات او كتب او ايا كان، يعني مواد بشكل بكل بساطه عن المملكه العربيه السعوديه. فلما كنت القى الاشياء هذه تجيني فرحه، يعني ما تتصورين قد ايش الفرحه اللي تجيني. فكنت اشاركها مع اصحابي وصحباتي اللي موجودين بتويتر، واحط يعني الصوره واصف الصوره والكلام هذا، وكنت أصفه في اللغة الإنجليزية لأنه هذا كان أغلب اللي يعني خلينا نقول البيئة اللي أنا كنت فيها. مع الوقت بديت ألاحظ أنه لا، صار يجيني ردود باللغة العربية، فصرت أشعر بالمسؤولية حقيقة أني أنا أبدأ أحول من اللغة الإنجليزية للعربية على أساس أني أشارك خلينا نقول الحب مع الجميع يعني.